السلام عليكم. دونك هاد لا فيديو هادي درتها باختصار باش نقول الرأي ديالي فيما يخص الامتحان الوطني اللي داز هاد العام، اي سنة 2020، وكذلك والتوقعات على الاستدراكية، اللي كيفاش ممكن تكون الاستدراكية على ضوء ما شفنا في الصيغة اللي تعطى بها الامتحان الوطني. هو صراحة كنا كنتأملوا بزاف، يعني سيختو بالنسبة للعام هذا العام والتوقف الاضطراري بسبب مشكل ديال كورونا، والتجربة اللي خداوها التلاميذ ومجموعة من الإكراهات اللي دازت هذا العام. كنا كنتمناو أن الامتحان الوطني ديال الرياضيات يكون امتحان بسيط، وعلى أقصى التقديرات يكون امتحان بحال دوك الامتحانات العادية اللي كانوا كيتعطاو في السنوات الماضية، وكلشي الأساتذة الزملاء ديالنا وسميتو كانت هذا هو التوقع ديالهم. ولكن تفاجأنا بأنه كاين تغييرات اللي طرات في هذا الامتحان هذا، اللي صراحة نحن نتأسف ليس لصيغة الامتحان. أنا كنشوف أن الشكل ديال الامتحان ديال الرياضيات من الناحية العلمية من الناحية المعرفية هو شكل ممتاز. لا يعني أنا التخرجة زعما أنا من عندي، أنا كنهضر من نيتي، أنا كنعطي شابو. يعني الامتحان ديال الرياضيات نورمالمون خصو يكون في هذا المستوى أو أكثر من هذا المستوى، يعني خصنا نرتقيو بالمستوى اللي هو تدنى خلال السنوات الأخيرة. ولكن كان عندي فقط واحد التحفظ، يعني الظرفية كانت كتستدعي أننا نتعامل بواحد شوية ديال نوع من المرونة، واحد شوية ديال نوع من مراعاة الظروف النفسية والتوقف الإكراهي ومجموعة من التحولات اللي طراو بالنسبة للتلميذ، باش أننا على الأقل نعطيو في امتحان في المتناول. وحتى الا كانت شي حاجه اللي غادي تطوروها سميتو، يعني كيخص يكون بحال ما عرفت كيفاش نوصل الرساله، يعني دري ان يكون عارف اشنو ممكن يتسناه، باش حتى الاساتذه اللي كيخدموا مع التلامذ يوجدوهم الامتحانات من هذا القبيل. دابا قدر الله وما شاء فعل، والحمد لله على كل حال. يعني التوقع ديالي ان الامتحان ديال الدوره الاستدراكيه ما غاديش يكون بسيط، وغادي يكون في نفس المستوى ديال الدورة العادية. لماذا؟ لأن بالتأكيد يجب مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص. كاين تلاميذ اللي غادي يمشيو للاستدراكية اللي تواصلوا معنا، وهادشي كيقولوا والله أعلم. نحن نتمنى خير، نتمنى نجاح الجميع، ولكن بعض التلاميذ اللي ما دوزوش الرياضيات بشكل جيد، ولو انه الانسان الا كان مبريباري راه كاين في ذاك الامتحان باش تجيب 12 ديالك بحال السلام عليكم، الا كنتي مبريباري شويه. يعني كاين اسئله اللي باينه، كاين بعض الاسئله اللي ما موالفينش دا يتعاملوا معاها، ولكن هي راه ليست تعجيزيه، فهمتي؟ غير نحن باش نوصل رساله، التحفظ الوحيد هو انه نظرا للظرفيه ديال كورونا كنا كنتوقعوا كنتمنوا امتحان اسهل. بالنسبه لاولادنا التلاميذ اللي ما كتبش يوم في الدور العادي، انا كندعوكم انكم ما تفقدوش الامل وتقدموا وتقاتلوا وتقاتلوا. شوف كيفاش كيقولوها سميتو، كي نوتونت غيان نا غيان، كي نوتونت غيان نا غيان. ديما الا ما كتحاولش راه ما عندك والو، وخصك تخدم حتى لاخر لحظه، وربي تبارك وتعالى ما غاديش يخيبك. خدمت اخر لحظه يا تلميذي العزيز، وربي تبارك وتعالى ما غاديش يخيبك. بالنسبه ليا بالنسبه للتلاميذ اللي غادي يتواصلوا معنا على قبل في لازون ديال اكادير، ولا سميتو في بالنسبه لا بريباراسيون ديال الدوره الاستدراكيه، فغادي نخلي واحد رقم خاص لهذا سميتو، ونتمنى التوفيق للجميع. نتمنى التوفيق للجميع. الى شفتوا بانه كاين شي نوعيه ديال الفيديوهات ولا تمارين عندكم اقتراحات بغيتو نصورهم لكم استعدادا لهذه الدوره الاستدراكيه، فيمكنكم تصيفطوهم لينا في الجيستيونير ديال باك فاسيل،
او لا اتصلوا بي في هذا الرقم اللي غادي نخليه تحت هذا الفيديو. وفقكم الله جميعا، دمتم اوفياء ليسرتكم باك فصيل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.